شرك قضائي كان أعضاء شرك العسكري والأمني السادة والبرلمانيون السادة المنتخبون السادة الأعيان في رئيس المجلس العلمي فعالية المجتمع المدني السادة رؤساء المصالح الخارجية السادة رجال السلطة صباح الخير وجمعة مباركة وبسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا اللقاء أود أن أشكر جميعا على تلبية الدعوة لحضور حفل تنصيب السادة أعضاء لجان السلطة المعينين مؤخرا على رأس مختلف الوحدات الإدارية بالإقليم. هذه الحركة الانتقالية لرجال السلطة التي أعلنت عنها مصالح وزارة الخارجية تمثل محطة مهمة في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى انتقال المتدرج من النموذج القائم على تتبع المسارات في الوظيفة العمومية إلى نموذج جديد مبني على تدبير كفاءة، كما تعتبر أيضا فرصة لإرسال تجربة جديدة تستند على نظام متكامل لتقييم مدى نجاح أداء رجال السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة قوامها الأخذ بعين الاعتبار للمردودية بمقاربة موضوعية تجعل من خدمة المواطنين محورها الأول. وفي هذا الصدد أشير إلى أن هذه الحركة الانتقالية الجديدة قد همت بمجملها ما يناهي 55% من رجال السلطة على قائدها التقليد من باشوات ورؤساء دوائر وقيادة، وموازاة مع هذه الحركة الانتقالية وبهدف ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة المحلية وإعطائها نفسا جديدا ومتجددا حتى تكون قادرة على مسارعة المستجدات التي ما زالت تتطلبها وتيرة التغييرات والمتغيرات التي تشهدها الساحة، وتحقيق الدينامية والفعالية المطلوبة في العمل الإداري. ولهذا فقد تم إجراء هذه الحركة الانتقالية الداخلية كذلك همت إلى جانب الحركة الانتقالية الوطنية حركة انتقالية داخلية همت ملحقتين إداريتين الأولى والخامسة بباشوية ولمين والملحقة الإدارية الثانية بباشوية بزكاة. أيها السادة، إن اجتماعنا اليوم ما هو إلا حلقة من حلقات الرعاية السامية والاهتمام المولوي الذي يخص به صاحب الجلالة سيده الله ونصره هذا الصباح في أفق خدمة في أفق خلق دينامية جديدة لمسايرات التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها ربوع المملكة. وبالتالي فتفعيل دور الإدارة الترابية في اتجاه ترسيخ وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة الذي يستلزم اعتماد الحكامة
في اتجاه ترسيخ وتشديد المفهوم الجديد للسلطة، أقول الذي يستلزم باعتماد الحكامة المحلية الجيدة للرفع من مستوى الأداء التواصلي بين الإدارة والمواطنين، وضمان النجاعة في تدخلاتها للاستجابة لملتمسات المواطنين وحل مشاكلهم والإنصات لتظلماتهم وشكاويهم. وهذه المضامين والمفاهيم لا بد من بلورتها على أرض الواقع بكل مسؤولية وأمانة من خلال السعي المستمر للتقرب من هذه الانشغالات وتمكين كل المواطنين من الخدمات الأساسية التي تضمن لهم العيش الكريم. أيها الحضور، إن مسؤولية السلطة مبنية على رعاية المصالح العمومية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي، كما وهذه المسؤولية تقتضي تواصلا مباشرا مع المواطنين في عين المكان وبإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لحل مشاكلهم. إن المفهوم الجديد للسلطة ليس إجراء ضبطيا، وإنما هو التزام دائم مطبوع بالتفعيل المستمر، كما أكد ذلك صاحب الجلالة والمهابة نصر الله في خطابه السامي ليوم 8 أكتوبر 2010 خلال افتتاح السنة التشريعية للبرلمان. نتمنى النجاح للجميع في هذه المهام الجديدة، كما ندعو إلى العمل الجاد وتقدير المسؤولية والمواظبة والاحترام والابتكار والإبداع والمبادرة الفعالة المنتجة والخلاقة في انخراط تجريب تام في مسلسل التنمية المحلية، والعمل سويا مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تنمية مندمجة ومستدامة في أفق النهوض بهذا الإقليم. ولا تفوتني هذه الفرصة دون التنويه بالمجهودات التي بذلها رجال السلطة المغادرين لهذا الإقليم، حيث ساهموا في تحقيق التنمية المحلية من خلال تدبير الملفات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي، مما أكسبهم ثقة وحنكة عالية، وبالتالي تجديد الثقة فيهم، وذلك بتعيينهم على رأس إدارات فرعية جيدة. أيها الحضور الكريم، أستغل فرصة هذا الحفل الكريم لأهيب بمختلف المتدخلين والشركاء من هيئة القضايا ومصالح أمنية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وباقي الفعاليات المحلية بالعمل يد في يد مع رجال السلطة من أجل تحقيق مصالح العالم. حفظ الله مولانا الإمام ما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا الحسن، وشد عضده بشقيقه الأمير مولانا الرشيد وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.